السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في القناة الواحة. Welcome to the channel. تجدون في القناة قواعد النحو، حوار، خطابة، أشعار، أدب، أضحوكات، حكايات، مقالات، تعبيرات. نحن نتعلم اليوم في هذا الدرس التعبيرات والجمل. الدرس 79، عنوان الدرس استخدام أدوات الاستفهام في الجمل، يعني كيف نستخدم أدوات الاستفهام حرفا واسما في الجمل. الجمل كانت سواء فعلية أو اسمية. هل تتلو القرآن الكريم يوميا؟ متى سافرت إلى المدينة؟ من يدرسك النحو؟ ماذا تعلمت غدا؟ أين تقع القاهرة؟ لماذا شرحت الدرس؟ أمعلم أنت أم متعلم؟ كم يوما لبثت في مكة؟ أي كتاب اشتريت من المكتبة؟ ما القضية؟ وداعا، من فضلكم شاركوني في قناتي الواحة وانشروه إلى الآخرين.